هلا عرفت كيف انا وسلمى بينا مع بعض كل سنين رغم اختلاف شخصياتنا وارائنا. عن جد مثلا انا بحب رتب تابع حسب الالوان، هي ما بيهمها الموضوع ابدا. انا بحب اشرب القهوه السخنه بعد الغداء، هي بتحط لها ثلج. هي بتحب القهوه بالنكهات، انا بحب قهوه الكزار القويه. واخيرا اتفقنا على شيء، اطيب قهوه الصبح ان فيفو لونغو.